اي مسار اقتصادي واي حلول بتطرح لازم لمتخذ القرار والمسؤولين عنه بيشوف البيئه السياسيه والبيئه الاجتماعيه والبيئه الفكريه والثقافيه تقدر تساعده على ان هو يمرر هذا المسار ولا لا. لانه ممكن زي ما انتم شفتوا احنا ممكن كلنا نقدر نقول كل رجال الاقتصاد والمفكرين في هذا المجال يقدروا يحطوا خرائط قوية ومهمة جدا. طب هو ايه اللي بيخلي الناس ما تعملش؟ اذا كان الامور واضحة بالطريقة ديت. لان طبعا اي حد عايز يعمل القرارات ديت هي مش شجاعة قرار. مش شجاعة قرار، هو بيشوف يا ترى يقدر ان تكلفة القرار ده لما يجي يعمله لو كان تكلفتها اكبر من العائد بتاعها بيقول بلاش منه، بلاش نعمل الاجراء ده دلوقتي. وده السبب اللي كان في تقدير كل يعني القائمين على العمل ده خلال الخمسين ستين سنه اللي فاتوا، كان هو ده المسار اللي موجود في فكرهم. يا ترى المجتمع والراي العام والسياسيين والمفكرين والمثقفين وحتى البيئه الاعلاميه وحتى البيئه الدينيه هتساعدني على ده، ولا اطرح طرح وبعد ما اطرحه وتجربه 77 كانت كاشفه، كان قروش بسيطه لرفع الاسعار بعض السلع اتقابلت برد فعل كان ثمنه اكتر من العائد اللي ممكن يتحقق كبدايه طريق اصلاح، فتراجع الموقف وسكت. فانا عايز اقول ان مهم قوي ان احنا واحنا بنتكلم في المسار الاقتصادي واي مسار اخر لازم تحكمه عوامل مع بعضها متشابكه ومؤثره على القرار اللي هيتاخذ. وهنا هي دي فلسفه الحكم، فلسفه المسؤوليه. لكن احنا ممكن قوي واحنا قاعدين في مكاننا كلامي لا يؤخذ ولا يرد، يعني مش هيبقى لي اي تاثير لاني مش هنفذه، انا بدردش زي ما كان الراجل في القصة اللي جت كده بيحكي، فالزوجة بتقول البنزين غالي وكلام من هذا القبيل، مفيش حاجة. لكن اللي قاعد وتحمل مسؤولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها وعلى مستقبلها هو اللي لازم ينتبه لكل خطوة قبل ما يخطوها.